قدرنا نحقق 3 نقاط ونتأهل لمباراة النصف النهائي إن شاء الله. المباراة القادمة النصف النهائي راح نحقق نتيجة إيجابية ونفرح هذه الجماهير اليوم اللي حضرت وساندتنا طوال المباراة. أحب أشكرهم على تواجدهم، إن شاء الله المباراة القادمة راح يتواجدون أكثر وأكثر، وإن شاء الله نوعدهم أنه دائما الفرحة راح تكون على وجوههم إن شاء الله. شكرا حبيبي. شكرا للزميل سجاد ولمنتظر محمد. شكرا جدًا أن نفرحكم ونتوفق في هذه المباراة. أكيد هذا ما أجى من فراغ، أكيد بتوفيق الكادر التدريبي وجهود زملاء اللاعبين. شلون شاهدت الدعم الجمهوري؟ الحمد لله وشكر دعم الجماهير لهذه المباراة أفضل من المباراة السابقة. شفت الأداء، ندعوهم أيضًا في المباراة القادمة ونوعدهم ب3 نقاط وكأس البطولة حبيبي. شكرا كرار. ايه كابتن نرجع الموضوع.